أهلا بحضراتكم مرة تانية، مشرفنا ومنورنا المعلم شحاتة المقدس نقيب الزبالين. قبل يعني ما نطلع على الهوا كنت بقوله تحب نقول نقيب الزبالين ولا نقيب جامعي القمامة، فقال لي أنا مستعرش أبدا من المهنة. تحية ليه طبعا، أجدع ناس اللي يعتزوا بالمهنة اللي هم بيقوموا بيها. أهلا وسهلا بيك، أهلا بحضرتك، مشرفنا يا معلم. ربنا يخليك. كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. خدت اللقب ده ازاي، نقيب الزبالين؟ والله عادي، يعني انا طول عمري ابني، يعني عيله كلها بتعمل في جامعه ونقل وعادي تدوير الكمامه من سنه 48 بالتوارث عن ابويا وجدي، فيعني يشرفني، يعني العمل شرف، العمل عباده، العمل واجب يعني. الله عليك. بس كده. طيب قول لي، انت كنت بادئ انت وانت عندك كام سنه تقريبا في موضوع جمال من وانا الكمال طفل، يعني وانت انا طفل؟ اتولدت لقيت ابويا وولد عمي كلنا بنعمل في هذا المجال، اتربيت ونشأت وسط يعني اكوام وفرز واعادة تدوير الكمامة من اجل الحصول على لقمة عيش شريفة محترمة. الله الله عليك، حلو فكره ان احنا نحصل على لقمه العيش ما دام طبعا بالحلال شرف يبقى دي اهم وامانة، حاجه. طبعا طيب العمل عبادة. ليه الناس طيب بتبص اللي مثلا اللي بيجمع القمامة أو الزبال أو حتى عامل النظافة بالشكل ده؟ مع الاسف يعني دي سلبيات في المجتمع، قاعد يطلع راسه من العربيه الملاك وانا ماشي بعربيتي الخاصه برضه، اقول له زبالة حقير، الله هو الزبالة. يعني دي حاجات سلبيات، انا مش باخد على الكلام ده كله، ولكن انا عارف ان انا ليا دور في المجتمع، لو غاب رئيس الوزراء يوم مش مهم صح. النابس، انما لو غبت يوم البلد بتبقى كارثه، فانا عارف ان اهم واحد في الدوله الله عليك ومؤمن بالقضية ومؤمن بعمل ومؤمن بربنا، الله عليك. فلا تعليق. يعني دي سلبيات، في ناس محترمة بتحترمنا جدا وفي ناس يعني ما انت عارف يعني في الوحش وفي الكل، لكن احنا لا تعليق يعني. طب ايه رأيك في وضع القمامة في مصر او وضع مشكلة النظافة في مصر؟ للأسف أنا حزين من هذا الموضوع وتعبت نفسيا من حال مصر. احنا في سنة 60 يا فندم كنا رقم 2 على العالم، كانت فرنسا رقم 1 والقاهرة رقم 2، احنا النهاردة والرقم 600 600 للأسف. الشارع بيقول، مش انا اللي دارس بقول، وقاري انت. انا بقول لحضرتك يعني بقينا في الاخر، الاولون اخرون والاخرون، ايه اللي حصل في مصر؟ احنا الحضارة يا فندم، ارجع للتاريخ، اجدادي كتبوا على ورق البردي، اجدادي اللي كانوا بعتوا الفرش بتاع الكعبة الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا الحضارة والتاريخ، ما ينفعش تبقى بلدنا وسخة. والمصيبة ان الحكومة تعاقدت مع الاجانب في سنة 2002 بعقود طويلة المدى 15 سنة، ابتدت في 2002 تنتهي في 2017. طب هل يصح المصري العريق ده اللي صنع الحضارة وابو الهول والهرم خواجة يجي ينظفه؟ ويا نافع، انا انا حاربت الدنيا، عيب علينا نجيب خواجة ينظف مصر. واحنا عندي الخبرة، عندي المناعة ضد الأمراض، عندي كيفية أتعامل مع الكمامة بالتوارث، عندي السيارات، عندي أهم حاجة السواعد المصرية القوية اللي تهد الجبل. لماذا لجأت الحكومة في سنة 2002 للتعاقد مع شركات أجنبية بعقود طويلة المدى من 2002 إلى 2017؟ طيب أنا عارف إن أنت ليك فكرة في تحويل القاهرة لباريس في 30 يوم، هسألك في الموضوع ده. لا جدا بس جدا. نطلع لفاصل بس قصير ونرجع نشوف موضوع تحويل القاهرة لباريس في 30 يوم. 29 يوم عشان خاطر حضرتك. طب خلاص 29 يوم، نروح لفاصل ونرجع نشوف بإذن الله. مكملين مع المعلم شحاتة المقدس نقيب الزبالين، وبنتكلم عن أزمة القمامة والزبالة في مصر، وبنقول إن هو عنده فكرة صرح كده وقال أنا ممكن أحول القاهرة لباريس في 30 يوم بإذن الله. إزاي يا معلم؟ أولا أنا عايز أقول مصر، يعني سوري لا قدر الله، مصر بقى زبالة مصر أو العاملين عمال النظافة والزبالين في مصر محتلين في بلدنا، مالهم محتلين في بلدنا. احنا بنعمل عبيد عند الشركات الاجنبيه، مفيش صلاحيات ليا ان انا اشتغل، الحكومه مهمشاني. لازم الحكومه تعترف
ان الزبال ده هو اللي بيشتغل مش الشركه الاجنبيه. انت مدي العقد للاجانب حكومه سابقه مش غلطتك، ماشي على انا وراسي. لكن انا بحذر الحكومه بعدم التعاقد مع الشركات الاجنبيه مره اخرى، لانه بيدمر 3 مليون زبال وهتفضل الكهرباء برضه. والموضوع اثبت فشل، يعني احنا ما شفناش يعني تمام. ما اتغيرتش وما حصلش. انا عندي 6 مناطق للزبالين في الكهرباء مقسمين نفسينا تقسيم جغرافي. عندي منطقه 15 مايه بتخدم الجنوب كله، التبين، حلوان، مايو، الخ الاخر. عندي منطقه الوحده الوطنيه قدام سجن طرع بتخدم المعادي، مصر القديمه، التجمعات كلها، الاول الخامس الاخ. عندي منشيه ناصر الام اكبر منطقه للزبالين اسفل جبل معطم، بتخدم شمال وغرب ونص شرق القاهره. عند الخصوص بتخدم المرج وعين شمس والمطريه ونص شرق القاهره. وعندي ارض اللواء في الجيزه المعتمديه المحور. دي بتخدم كل دول عددهم مليون زبال يعملون في صمت وجاد، عمل جاد في القاهره الكبرى. دول شغالين مع نفسهم، ما لهمش دعوه بالشركات. لا، من الباطن، من الباطن عبيد احنا عند الشركات الاجنبيه. بيدونا جنيه على الشقه بياخدوا ملايين الدولارات. كانوا بيدونا باريزه وقعدنا نصارع ونحارب في القنوات والفضائيات والاخ نتكلم يروحوا يشتكوا مصر في التحكيم الدولي. فانا بقول دلوقتي وحذر الحكومه من عدم التعاقد معاهم مره اخرى. هو العقد هينتهي 2017 باذن الله 2017. خلينا انا دلوقتي راجل وطن وبحب بلدي، ما ينفعش اسيب البلد كده واقول الشركات الاجنبيه لما تمشي تعال ننظف مصر. تعال ننظف مصر. انا دلوقتي هيجي مثلا المحافظ يقول لك انا مملكش هديك يعني انك انت تشتغل عقد، رئيس الحي مملكش ده ما لا. طب انا اعمل ايه؟ وزير التنميه ما يملكش، لان البلد فيها عقود، في جزر منعزله برضو، يعني كل واحد شغال مع نفسه. مع نفسه. لو جيت ديني من صندوق الكوارث في المحافظه عشان اشتغل وانظف يروح النيابه الاداريه برضو التاني غصب عنه. فانا بقول ايه؟ المنظومه بايظه اساسا، ما فيش منظومه. اولا نعمل نمره واحد عشان تنظف مصر، انا بقول افكاري ولا انا عايز ابقى وزير ولا مدير، انا كده باشا. بس مش هبخل بخبرتي على بلدي اللي تربيت. عايز تعمل حاجه يعني انت كده كده مستريح الحمد لله ومبسوطه الدنيا الحمد انا مالح. انا ورايا جيش، ورايا 3 مليون مش لاقيين ياكلوا ومشردين وشغالين تحت ايدين الناس الاجانب في بلدنا. انا بقول البحرين عملت وزاره للحب والسعاده. احنا مش عايزين نحب، احنا عايزين نبني مصر الجديده وننظفها. هنعمل وزاره للنظافه كويس، لان احنا دلوقتي المنظومه بايظه لعده اسباب. اولا وزير التنمية المحلية مشكورا مسؤول برضه بصفته، وزير البيئة برضه الزبالة تابعة بصفته، المحافظ ده رئيس جمهورية المحافظة بصفته، رئيس الحي رئيس جمهورية الحي بصفته. يبقى تفرقت دماغ بين القبائل. النظافة فندم رئيس هيئة النظافة والتجميل. أنا بقول يا جماعة لو سمحتوا أنتوا على راسي بس اركنوا على جنب. نجمع دول كلهم ونسميها وزارة النظافة، يبقى هي اللي معنية. دول هيبعدوا عننا. أو نبعدهم قصدي وتبقى وزارة النظافة هي اللي معنية. وزير البيئة ينظف النيل، يشوف لنا ثاني أكسيد الكربون، يشغل لنا مشكوراً. المحافظ يتابع المحافظة. كل واحد يشوف عمله. نعمل وزارة للنظافة، واللي بنديها فندم مرتب للشركات الأجنبية ملايين الدولارات نحطه في الصندوق ده. يبقى ميزانية للنظافة. وانا مش عايز ابقى وزير، جيب اي وزير من الجيش من الشرطه، وزير السابق، دكتور في الجامعه على راسي. بس انا هقعد معاه يا فندم 5 دقايق، هدي له افكاري، مش خساره افكاري وخبرتي. هتعمل ايه طيب؟ يعني هتعمل ايه؟ هتتحرك ازاي؟ اقول لحضرتك ما هو بيقول لك برضو ان انت مع عمال النظافه اللي شغالين في شركات اجنبيه دول هم مصريين وبرضو اللي مش قادرين يعني يحققوا الفارق. ليه انت هتشغلني من غير اجر وتقول لي نظف؟ يعني انا هشغلهم ببلاش؟ يعني المصريين دول الشارع ما هو وسخ تحت اسم مسمى الشركه الاجنبيه. ما بيشتغلش، ما بيديش العامل ده حقه 100 حاجه. انا فالعامل بيقصر، انا ماليش فيه طبعا. دلوقتي ما بيدينيش حاجه، وخنزير ما عنديش ياكل مواد العضويه، انا هعمل له ايه انا كزبال يعني؟ لكن لما تبقى المنظومه مصريه، وانا راجل نقيب الزبالين، اجيب الزبالين كلهم على ترابيزه واحده واقسم الكهرباء الكبرى مربعات. انت قادر تعمل ده؟ ايوه. وانا قاعد اقسم الكهرباء مربعات، وكل زبالة اديله 3000 وحده سكنيه المربع بتاعه ويشتغل من خلالي. اذا كانت منظومه الدوله هتمشي ان الفلوس على زي ما هي على وصل كهرباء 100 فل و10 ناخده ونديله 7 جنيه 8 جنيه على الشقه يعرف يتعامل ويشتغل. اذا كانت الحكومه هتشيلها من على وصل كهرباء يقبل الزبال منه للساكن برضه ماشي شغال، همشيها زي الساعه. الشوارع دي هعمل ايه بقى؟
هعمل اعلان في الجرايد مطلوب كناسين، بطاله كتير اجيب واشغل. هعمل الزبالين ثلاث ورديات يشتغلوا معايا من 7 الصبح ل 3 الظهر، من 3 الظهر ل 11 بالليل. المتابعة دلوقتي ان هي ورديه واحده تقريبا اللي بتتم الصبح دي، صح؟ آخر ولو تمت حلني واعيد هيكله هيئات النظافه، لان المعدات بتاعتهم اتحرقت واتسرقت اثناء 25 يناير، ومتكلين على معدات الشركات الاجنبيه اللي شغالها بقى لها 15 سنه في مصر، والثانيه تهلكت فكل واحد بيرمي على الثاني. اعيد هيكله هيئات النظافه بانتظارات عربيات لودرات اسطول اهو عندي، والعمال هكتب في الجرايد هتجيني 3000 واحد يشتغلوا كالناس. ولو ما قدرتش تعمل ده يحصل ايه؟ عشان برضه انت دلوقتي بتناشد وبتطالب، لو ما قدرتش تعمل ده. ده انا ما كنتش قادر اعمل ده. انا قلت قبل كده مع المحترم حمدي رزق، يا عم حكموني محاكمه عسكريه، اديني الفرصه انضف بلدي، ومش ممكن افشل، لان انا عندي ثقه في الله الاول، وفي نفسي وفي رجالتي وفي اولاد عمي واهلي من الزبالين، ان احنا نمسك العقود هنمسح شوارع مصر بالجلاليب اللي احنا لابسينها. دي رساله بنأديها عن ابائنا واجدادنا، لازم مصر تبقى نظيفه. وانت فخور بالرساله اللي بتقوموا بيها، وكل الزبالين وراك ان شاء الله فخورين بده. ده انا اولادي بكالوريوسات وشغالين معايا، كل شرف وكل فخر. ما هو طبعا كل شرف. انت شوف في اليابان بيعملوا تماثيل اقول لحضرتك السفير البريطاني بعت لي وجاني وقال لي تعالى خد جنسيه بره يا ام وزير العدل، ما رضيش يدخل اولادنا النيابه. قلت له اشتغل زبال في مصر وما اشتغلش رئيس وزراء في بريطانيا. الله عليك. شرف ليا ان انضف بلدي مصر، بس الحكومه تسمع، الحكومه تجاوب، مش عايزين فساد. تعالوا نقف ورا الرئيس، الرئيس شغال لوحده، حرام عليكم. انا مش هصلح الكون، ولكن مصر مش هتنضف ايها الحكومه الا بايدين الزبالين الكادحين الذين يعملون بالتوارث مع ابائهم واجدادهم منذ سنه 1048 وحتى الان. من الاخر، وبالبرنامج اللي انت بتقول عليه ده ان شاء الله هتقدروا تحققوا ده في 30 يوم. ده في افكار انا محتفظ بيها لنفسي، عشان لما اقعد قدام الوزير ده، عشان ما حدش يسرق افكار على الهواء. انا اخلي كل رئيس حي لما امسك بقى السلطه يعني، او انا الفكره هاطرح الفكره. طب ما جربتش تروح رئاسه الوزراء او حاجه، تقابل حد، تسيب رساله؟ يعني حضرتك شحاته المقدس نقيب الزبالين ونائب مدير رئيس اتحاد عمال نقابات مصر للعماله الغير منتظمه، وسفير النوايا الحسنه لسنه 2017 من الاتحاد الاوروبي، وبطبل ليل ونهار واصوت على مصر اللي هي مش نظيفه، يعني مش سامعني ومش شايفني. تقصد ان كده كده يعني الرساله المفروض تكون واصله؟ عارفهم هيلفوا ولفوا، هيقولوا والله العظيم اقسم بالله هيقولوا، لان انا صاحب العقل. طب تعرف كده من الواقع ومن مذاكرتك للموضوع كده، في اتجاه لاكمال التعاقد مع الشركات الاجنبيه والله ولا؟ انا نما الى علمي انهم بيسعون لتجديد الشركه الايطاليه اما عرب، وحذرت وبقول، والاستاذ حمدي رزق جه حي الزبالين وشاف عندي 3000 عربيه موديلات حديثه ملك الزبالين، وشاف عندي الصناعه بوفر للدوله ملايين الدولارات في بتعمل اعاده تدوير، تدوير البلاستيك والازاز والكرتون والالمونيا، والدولار النهارده نار، انا بوفر لبلدي المصانع بلدي، وشاف عندي كل حاجه وجات على الهوا. انا راجل مهم في البلد ايها الحكومه، انتبهوا ايها الحكومه مش ايها الساده. واحنا هننزل ان شاء الله باذن الله ونصور برضو معاك ونشوف الصوره على ارض الواقع، يعني تسمح لنا ولا ايه؟ ده شرف ليا ربنا والله يخليك. حضرتك والقناه المحترمه واي قناه مصريه تشيد من اجل البناء والتعمير في مصر بلدي الغاليه على راسي. طيب تعالى احنا كده وصلنا الشق الخاص بالحكومه، تعالى نخش على المواطنين بقى. قول لي بقى، كلمني عننا احنا بنتعبكم ازاي وبنعمل انا ايه؟ انا برضو معلش المواطن النهارده القاهره برضو اتملت ناس والوافدين عليها، ويعني انا فين الاعلام ليه دور برضو، بلوم على الاعلام والتلفزيون المصري. فاكر زمان واحنا شباب شويه يقول الشلب الله يرحمه، لازم يبقى في توعيه من كل برنامج وبرنامج، كل فيلم وفيلم، نعمل توعيه للساده المواطنين. ست البيت تنبه على ابنها، يا ابن المنديل النظافه سلوك حضاري، المنديل ده ما ترموش في الشارع، خليه في شنطتك لما تيجي او سله كده. لازم احنا من البيوت، بص الشقة الوحدة السكنية هي مصنع الكمامة، هي اللي بتصنع الكمامة، فلازم ست البيت والمواطن المصري يكون عنده وعي اجتماعي. لو كل واحد فينا بقى سلوكنا حضاري زي الأوروبيين، معلش ما حدش أحسن مننا، احنا شعب عريق، ولكن بنقلدهم هم، هنبقى بلد نظيف. للأسف تلاقي حد بيرمز بلا من فوق، للأسف من شباك العربية. كلمني عن مواقف أنت تعرضت ليها.
يعني وانت لما كنت شغال في المجال و... والله انا هو موقف بحكيه على طول وغريب جدا. انا كنت في تاني اعدادي او تالتة اعدادي في المدرسه العباسيه الاعداديه بنين، وكنت بطلع اساعد والده، بخبط على باب الشقه كده يوم جمعه، يعني كنت يوم فتح لي الباب زميلي اللي في الفصل، وراح المدرسه فضحني الزباله، هو انت عارف الطلبه واحنا عيال بقى. فانا يعني مدير المدرسه كان راجل، جابنا احنا الاثنين وشاف كراساتنا انا اشطر منه، قال له ده هيبقى حاجه وانت هتبقى ولا حاجه، ورفضوا مع حضور لي. انا اتعرضت لا بس ما تعبتش نفسيا، يعني انا يعني خدت فخر، الموضوع تحدي، لا فخر وتحدي، ولازم ابقى حاجه في المجتمع. كل واحد فينا عنده طموح وربنا هو اللي بيكمل، ولكن انا طالما في ضمير وامانه وحب البلدي واهل الزبالين دايما ادافع عنهم وهمزه الوصل بينهم وبين الحكومه، باذن الله هنجح. صوت الزبالين او الناس اللي هم بيجمعوا القمامه عايزين يقولوا ايه، خاصه مع النظره دي اللي احنا الناس والله كلها لو عايزه حتى تـ 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 حتى بقوا يستخدموا الموضوع حتى كشتيمه، ان ممكن ناس نقول له يا كذا يا كذا. هو يعني احنا بنقول للمجتمع احنا اللي يعني عيب لما نقول احنا بننظفك، احنا اللي بننظف، فيعني عاملني باحترام. تخيل نفسك من غيري، الزبال بيقول للمواطن انا بنزل يا فندم من بيت نظيف وعربيتي فاضيه، برجع محمل، مش هقول يعني سوري يعني زبالتك او كازوراتك، فارجوك احترمني. يعني الدول الاوروبيه سعادتك يطلع في اليابان المانيا بيقولوا مهندس قمامه، بيرفع في القبعه اليابان عاملين لهم تماثيل في كل في صور العالم. حتى انا بقول للشعب المصري احنا زبالين، ما احنا منكم شعب زيكم، وتخيلوا نفسكم من غيرنا، فعشان خاطر احترمونا يعني قدروا ان احنا الصوره معانا اهي يعني في عشان اليابان خاطر يا فندم عاملين لهم تمثال تماثيل وبيحترموا كده. بس انا عايز اقول للشعب المصري ممكن نوصل طب للمرحله دي، ولا حاسس ان يعني مع السلوكيات والافكار اللي عندنا دي صعب؟ والله احنا عايز اقول لك انا راجل زبال مش سياسي، ولكن كتر خير البلد، لان احنا طالعين من ثوره ثم ثوره، بنصحح المسار، بنعمر مصر اللي كانت هتتسرق مننا وهتتهد وتتولع. فممكن بعد عده سنوات يعني ان شاء الله اتمنى من ربنا يعني يعني نوصل للمرحلة دي بإذن الله، ويكون في الاقتصاد عندنا كويس جدا، ويكون في احترام للزبال والكناس وبتاع الصرف الصحي. أتمنى من ربنا أن احنا سيادة الرئيس أو القائمين على الحكومة يرتقون بالطبقات الكادحة المهمشة الغلبانة. طيب من بما اننا برضو يعني نقول اللي لنا واللي علينا بقى، بما يرضي الله، برضو الناس اللي هم بيجمعوا القمامه او بيشتغلوا في المهن اللي انت بتقول عليها الكادحه او كده، يعني بيحاولوا يتكسبوا من المهن دي. ظهرت بعض الناس مثلا اللي بيتسول، اللي بيستعطف الناس، اللي ارد على حضرتك، كل سنه وانت طيب وكلام ارد زي كده، ارد فالحاجات على دي برضو حضرتك، بتخلي الناس يتعاملوا ارد. معاه بشكل سيء او ياخدوا عنه اولا سمعه سيئه. عايز اوضح لحضرتك والشعب المصري كله، احنا ناس بشوات رجال اعمال، مش بنتسول، ده بمعنى بمعنى ده ما انت انا مش اللي باشا زعلان بقى، من انت اللي باشا. كلنا اولاد ناس ومحترمين جدا، ومن ابونا واجدادنا وارثين فلوس وارثين المهنه وارثين كل حاجه ومحترمين جدا. انا بقول اللي في الشارع ده مش تبعي شكلا وموضوعا، بمعنى انا بشيل زباله من الوحدات السكنيه على العربيه بتاعتي على بيتنا، هذا مع احترامي ليه بيعمل مع الشركه الاجنبيه كناس او مع هيئه النظافه. انا سوري يعني مع احترامي للجهات، بعيد عنك الموضوع، بعيد عني، بس برضه يصب ماليش فيه، انا لا ماليش لا فيه. طبعا مش تقول بقول بقى لحضرتك انت يعني انا عايزك انت بالعكس انت تضمهم عندك انت مش وتقول لهم تابع يلا يا فندم، اعملوا وما مش تعملوش تابع وكده، يا فندم، صح؟ ده هو يستعر يشتغل زبال معايا، ليه؟ ما بيكسب اكتر مني، انا ماليش فيه، ما اظلمش حد يا فندم، انا ماليش فيه، انا راجل زبال شغلتي بجيب من البيت على بيتنا، افرز واعيد تدوير يا فندم. انما دول انا مع احترامي للجهه اللي هي مشغلاهم على راسي من فوق مش تبعي، وانا اتحدى ذلك يعني مش طيب، بس نرجو من كل جميع القمامه ان هم برضو يكون عندهم ثقافه ان انت بتمارس مهنتك او عملك وتكون معتز بيه، ووصل الرساله دي للناس، واي حد لازم يتعامل على انا المستوى ده. فندم بمشي بعربيه الملاكي، اللي يقابلني وما يقولش زبال ازعل منه. انا فخور ان انا اكون زبال ومنظف، انا بادي دوري في المجتمع من موقعي اهم من اي مسؤول فيه. وشهره كمان يعني، لا الله ينور، شهره بقى بص. سابقه كمان. انا من جهه الشهره انا يمكن وصلت للاتحاد الاوروبي وخدت سفير النوايا الحسنه، لكن عندي تراب مصر على راسي، على راسنا كلنا طبعا بلدي. تراب مصر. طيب عايز اسالك سؤال تاني وحطنا في الكواليس بقى وادينا المعلومات دي. عنايا والله. القمامه اللي بتجمعها شركات النظافه غير القمامه اللي انت بتجمعها؟ لا، ما شركات النظافه دي فندم بتروح فين ودي بتروح فين، بتمشي ازاي؟ هم فندم عليهم الشوارع، انا على البيوت والمنشات السياحيه زي الفنادق وكارفور اخر زمان الاخ، خط سيرها عامل ازاي؟
هما انا باخد من هنا بودي للست مناطق بتوع الزبالين عندي، انا عندي 3000 عربيه ملك الزبالين. كل زبال ماسك منطقه دي بتاعته بالوراثه عن ابوه وجده، زي سيادتك مذيع في القناه دي ما ينفعش تروح حته تاني. بس مش بالوراثه. لا انت انا مش بالوراثه، بس انا عندنا كده عرف المهنه وبنحل مشاكلنا بالمجالس العرفيه. بيجي في البيت يا فندم يفرز هو واولاده والعمال، يطلع دي لوحديها البلاستيك لوحديها، وهم دول اللي بيبيعهم يتعايش منهم. لان ولا حكومه بتدي له فلوس ولا شركه اجنبيه بتدي له فلوس، المنشاه السياحيه اللي بتدي له بيقول له انا عايز منك فلوس. لا بس المواطنين انا اعرف ان الزبال اللي بيجمع من البيوت بياخد فلوس من المواطنين. وماله يا بيه، ده حاجه انسانيه. في مواطن بيضربه بالشلوت ويقول له انا بدفع لاس الكهرباء، ما تبصش عشان حضرتك كريم. في بتقابلنا سلبيات يا فندم كتير، فهو بيفرز القنامه وبيسترزق منها يعني. بيسترزق منها، يبيع المواد الصلبه ويبتدي يبيع للمصانع اعاده التدوير والحاجات دي. ولا التاجر، التاجر يا فندم بنعمل لها عندنا في حي الزبالين مرحله اعداد ما قبل التصنيع. حطنا في الصوره في الكواليس كده، قول لنا ايه اللي بيحصل. ادخل على اليوتيوب هتشوف احنا اللي على احنا هنيجي نشوف نفسنا ان شاء الله. بس انت حطنا في الصوره دلوقتي. البلاستيك ده مثلا بيدخل مكنه خط غسيل جاي من الصين، ثمنه يعدل 2 مليون جنيه. التروس كده بتنزله على ميه فيها بطاس، بودره سلخ، مواد كيماويه لقتل الميكروبات والبكتيريا. يطلع من الناحيه الثانيه على مكنه ثانيه تكسره، ينزل من الناحيه الثانيه زي البسبوسه او الكنافه كده حاجه، يدخل مكنه ثاني يطلع الخرز اللي هو زي البلي كده، زي مشتقات البترول اللي جاي من بره بالظبط. بتاع بره بيتباع الطن ب 16000 جنيه النهارده مع الدولار، بتاعنا بيتباع ب 5 و6000 جنيه. شوف صناعه ولعلمك انا بخدم البلد وبخدم اهلي، كل طن زباله بيوفر بتاع 13 فرصه عمل ما بين نقل وجمع وفرز واعاده تصنيع وعندنا بعد مرحله اعداد ما قبل التصنيع، ونحمل على المصانع في مدينه بدر والسادات و6 اكتوبر لتصنيع الكرسي، خرطوم الري، كل المشتقات البلاستيك. كل دي من اعاده تدوير القناه. من اعاده تدوير. عندك الكرتون عندنا مكان جايبينه من بره برضو غالي، بيضغط الكرتون كده هيدروماتيك يعملوا ايه طن ونوديه على المصنع، ينزل عجانه كبيره عشان ما تقوليش ده مشتقات الزباله تحت درجه حراره 3000 درجه مئويه، يطلع لك من الناحيه الثانيه البقر، يتعمل منه الجرنان، الاخبار، الكراسه، الكتاب، الاخ الشرطه. طب ما تيجي نعمل ديل حلو كده واحنا على الهواء مثلا، لو الناس ساعدوك يعني مثلا ست البيت بدل ما هي بترمي لك الزباله كلها فوق بعضها فرزت لك الزباله دي، تيجي انت وانت بتاخد الزباله كده تاخد مثلا ايه كرتون لوحده، علب لوحدها، ورق لوحده يا بيه وخلافه، خلي بالك تديها فلوس. انت بتكلم دكتور الزبال، حضرتك غلطت في العنوان، بتكلم دكتور، انا دكتور في مهنتي. بص يا فندم، التجربه دي تنجح في اوروبا لانه بتاع اوروبا عنده بيبي واحد بيحدد نسل، بياكل شيبسي، كايزر، تفاح امريكاني، ميه معدنيه. انا عندي في مصر هنا ام جرجس، ام محمد، ام عبد الرحمن، تنزل على السوق كرنب، محشي، قرنبيط، بيكون لازمك لبيتك ب 2 جنيه عيش يا راجل، بتجيب ب 5 جنيه وترمي الباقي في الزباله. حرام، مدعم. لازم نخاف على مصر. نسبة المواد العضوية، فتقصد مش هنعرف نعمل ده فندم اسمعني. نسبة المواد العضوية في الزبالة المصرية بتزيد عن 60%، الأوروبية 15%، الباقي مواد صلبة. لو فكرتك دي والمواطن اللي أنت عايز توفر له فلوس فرز دي لوحدها ودي لوحدها، مش هيدي الزبال حاجة، مع احترام لسكان المناطق الغلبانة اللي هو خصوصا احنا 60-70% من الشعب الكادح الغلبان، هيعدي بتاع روبابيكيا الصبح هيبيعهم له شويه المواد الصلبه. ما تزعلش مني بقى، انا راجل ضليع في. طب ما تعمل انت الديل وتكسب انت. اكسب ايه؟ يعني انت لو الناس يعني انت هتديني. طب ما اشتغلها انت الشغلانه دي وانا متنازل لساتك. ساتك بتتكلم في منظومه كل واحد يقدر يشتغل حاجه هو مؤهل ليها. يا فندم ساتك بتتكلم في منظومه خطا. هتيجي ست انا اقصد لو انت اطلقت دعوه زي دي وساعدت في حاجه زي كده وتبقى انت هم بيسهلوا عليك، تاخد المواد العضويه كلها. انا لا، تاخد انت بقى كله، انت بقى تاخده مفروض. طب ما تسيبه لي كله بخيره وانت بتفرز لي يا فندم، هيبيعوها والله في الاحياء الغلبان، ناس غلابه بيه والله. هيبيع اللي بتاع الروباكي وانا اكل المواد العضويه، وما عنديش خنزير، ده مشكله تاني. انتوا مش كنتوا بتربوا الخنازير بس الموضوع اتمنع. فندم عدم حسن مبارك سنه 2008 بقرار جمهوري، كيلو اللحمه انت بتاكله النهارده ب 100 جنيه عشان الخنزير ما فيش. اقنعك بالقانون برضه. ليه؟ لو قلنا في مصر 20 مليون مسيحي وتردد على مصر 20 مليون سائح اجنبي، هذا 40 مليون نص الشعب المصري. لما عدمنا الخنازير انقضوا على اللحوم، زحموا فيها اخواتنا المسلمين، بقى كيلو اللحمه 2008 ب 30 جنيه النهارده وصلت المعلومه. انت شايف احد اسباب المشكله احد، ونمره اثنين
الخنزير يا فندم كان بياكل مننا في اليوم الواحد 5000 طن زباله المواد العضويه كلها. فكان بيساعدك انت ان انت بيساعدني ذهاب والكردان صديق الفلاح، كان الخنزير صديق الزبال. لماذا؟ بس كان بيعمل امراض. لا يا فندم غلط غلط، اتحدى لم تسجل دفاتر. لا انت عشان كل واحد بقى بيشوف الموضوع من وجهه نظره. لا انا مش بشوف، انا راجل يا فندم، انا راجل دكتور. لم تسجل دفاتر المستشفيات حاله اصابه انفلونزا عاديه، مش انفلونزا الخنازير، في حي الزبالين السته اللي كنا بناكل الخنزير بايدينا ولادنا بتلعب معاه. العدوى جت يا فندم عن طريق سايح في الغردقه واتنقلت للمواطنين في مصر بعيدا عن التفاصيل. وجاي بقى، لا اكمل لك، جايه من الخنزير الاوروبي بياكل تفاح امريكاني ما عندوش مناعه زي الخنزير المصري كمان. حتى الخنزير المصري عنده مناعه. انا عالم في شغلتي يا بيه، وبالقانون وبالورقه والقلم. طيب يعني انت دلوقتي عايز كمان ترجع موضوع تربيه الخنازير؟ ده رجع وهيرجع. انا عندي 25% دلوقتي بنميها. امال انا هفضل احد نظافه القاهره بند من، وانا قلت لك في حاجات محتفظ بيها لنفسي مش هقولها. في بنود انت عاملها يعني، بس هتبقى بالتنسيق بقى مع الجهات برضه عشان ما تحطش. لا انا واخد موافقه. لا انا مش انا بشتغلش فوق القانون. القانون على راسي. انا واخد موافقه وزير الزراعه بتربيه الخنازير مره اخرى. ونمينا الثروه الحيوانيه دلوقتي عندنا بتاع 25% من 2.5 مليون خنزير اللي اتعدم مننا في 2008 باذن الله. لو عايز توصل صوت الزبالين عايزين يقولوا ايه؟ أنا عايز أقول إحنا مظلومين يا سيادة الرئيس، يا رئيس الوزراء، حتى المنطقة اللي فيها طالب تمليك الأرض، لأن إحنا رحنا بقرار السيد الرئيس جمال عبد الناصر سنة 69، عايز مدرسة ثانوي للبنات يا جماعة، أولاد الزبالين اللي بينزلوا يتبهدلوا وكمان بيخدموكم وينظفوا البلد. الزبالين يا جماعة عايزينكم يا سيادة الرئيس ما تتعاقدوش مع شركات أجنبية مرة تاني، مصر أولى بيها أولادها ينظفوها. واتمنى من ربنا يحفظ مصر ويسود السلام العالم اخواتي اللي في سوريا وليبيا والعراق، واتمنى كل الخير لكل الناس. انت يعني راجل زي العسل زي ما بيقولوا كده، مصري اصيل كده وجدع. ربنا يخليك يا باشا. طيب عايز بس اسالك اخيرا، وانت في المهنه بتاعتك كده قصه حاجه حصلت ساعدت مثلا مره في، يعني اكتشفت ادله مثلا في قضيه بتاع من خلال مهنتك زي الافلام كده؟ بص يا بيه، انا جات ساعه ذهب رولكس ثمنها 25000 جنيه بتاعت مطرب مشهور في الزباله. انا اي حاجه لو انت دخلت تسجل في حي الزبالين هيمنعوك وهيرجعوك. اقول لك عدي على سياده النقيب. الله عليك يا سياده النقيب. البيلا بتاعتي متربعه على المدخل قصاد القلعه، هتجين اي مشكله اي حاجه ضاعت اي حاجه بتاع انا ايه تتولى الموضوع. وانا عارف كل زبال في المليون زبال شغال في اي مربع. لو قلت لي ساكن في المنيل اقول لك زبالك مين. مصر الجديدة اقول لك زبالك من، اتصل اجيبه. الله عليك. الحمد لله يعني. فجه الفنان ده او المطرب وجابوا لنا نقيب الزبالين. فين يا باشا ساكن؟ قال في الحته الفلانيه. انا على طول الو تعالى فلان جه. قلت له في ساعه؟ قال لي جات يا سياده النقيب موجوده. الله عليك. اتفضل. طلع اداله 2000 جنيه. عندي برضه عندي معلم تاني اسمه معلم ايوب نعيم بيشيل زباله مول تجاري كبير في مدينه نصر. ولقى شنطة برضه بفلوس واحد محترم يعني حطها كده نسيها ومشي. حطها على كبوده على شنطة العربية وجاي يدور مشي. لما مشي الشنطة وقعت، معلم أيوب ده واقف قدام لقاها وقف بيها كده. جه الراجل رجع بالعربية تاني قال له أنا، قال له موجودة معايا. اديني، قال له أمرتها إيه؟ قال له ده مليانة فلوس وورق ومستندات وأنا فلان الفلان. قال له يا باشا اتفضل. طلع يديله، الراجل ما رضيش ياخد منه. هكذا احنا ناس امناء يعني. هو تعرضنا لمواقف كتير. مره لقينا قنابل في الزباله من مخلفات حرب ال 73. لقيته كده؟ بنلاقي وبنتكد. انا على اتصال مباشر بالجهات الامنيه المحترمه وفي تنسيق وما نشغلش حد ما نعرفوش. ممكن واحد يجي يشتغل معانا واحط له قنبله في مكان. انا راجل مصري ممنوع اي معلم يشغل اي واحد غريب عن المهنه. احنا بنقول عليهم النازحين. لازم نفحص بطاقته جاي منين ورايح فين. وراه مصيبه. ممكن يجي يشتغل معاه ياكل عيش يا معلم والنبي تعالى يا ابني اشتغل. يطلع لي عماره ولا منشاه سياحيه حط لي. معلش يعني مصر امانه بيه. انت كلك قصص يا معلم. لا يعني انا راجل اسطوره وبلدي امانه في رقبتي. اطلب من جميع المواطنين المصريين اعمل من موقعك بضمير وامانه عشان نبني مصر الجديده. الله عليك والله.
انا مش عايز اخلص يعني اللقاء معاك والله انا خدامك من حلاوه الكلام وال يعني تحت امرك. احكي لنا برضو من القصص الجميله دي كده، ما فيش حاجه ساعدته مثلا في جريمه معينه زي فيلم اخر رجال المحترمين حاجه؟ ما شفتوش اخر رجال المحترمين ولا ساعدته مره مثلا قبضته مثلا يعني لقيت دليل في جريمه معينه لا ساعدته؟ احنا ملناش فيه، احنا مش مصادر امنيه، احنا الامن ده اللي بيحفظ سلامتك واولادك وسلامه اولادك. احنا احنا لو جه حد سال عندنا في حي الزبالين على حاجه بتساعده وبتعمله كل اللي عليه بوضوح. ضاعت من حضرتك حاجة يا رب تضيع حاجة من عندك اتصل بيا برضه انا اجيبها لك. الله عليك انا خدامك يعني. يعني احنا بنعمل في وضوح، لكن احنا يعني احنا دلوقتي بقينا في دائرة العلاقات خلاص ما اشتغلناش شغلة رأفة الهجان. انا فاهم قصدك يعني، لان احنا مش بندخل بيوت ومش نتعمق يعني، احنا شغلنا بيشيل الزبالة من الباب للباب بنمشي، لكن لو أي حاجة جت عندنا احنا على أتم استعداد نرجعها. وفي زبالة كارفور، زبالة كنتاكي، بدون اسماء بلاش لا عشان الاعلانات ما تحاسبكش. زبالة مطعم لقينا فيه قنبلة برضه، والزبال بيفضي عيني لقى القنبلة قد كده، بتبلغوا الجهات على طول. عندنا الامن محترم وصح. يا سيادة النقيب يا فندم الحقني، جات عربية المفرقعات واكشف البتاع اللي بيمشي زي البندوزر ده وابطل مفعولها وسلام يا صاحبي. وبنتعرض وكلنا يعني بالتوفيق ليكم في اللي بتقوموا بيه، وخلوا بالكم برضو على الناس شويه كده ويعني نساعد مع بعض. حضرتك قول للشعب المصري، ما انا هقول لك خلي ولسه بالكم من الزبالين واحترموهم. ده انا لسه بقول لك اهو، لسه هعدي للناس هقول للناس اللي في نصيب برضه. احنا عايزين الناس تحترمنا، خلوا بالكم انتوا على الناس دي اهم حاجه. أنا عنيا ماشي، وما نستغلش الناس دي اهم حاجه. وبرضو يعني ايه، احنا بناكل، احنا بناكل من خير المواطن المصري وفي خدمه المواطن المصري، لان احنا واحد من المواطن المصري طبعا، كلنا واحد. انا بشكرك، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. ووصيته برضو هو لينا ان كل واحد فينا يخلي باله برضو الزبال ده اخوك، هو زيك بالظبط، مواطن شريف عفيف بياكل بعرق جبينه وبياكلها بالحلال، وشغال بينظف ورايا ووراك ورا ناس كتير، ودوره مهم جدا في حياه كل واحد فينا. ناخد كمان احنا بايديهم ونساعد معاهم ونغير نظرتنا السلبيه اللي ما اعرفش جايبينها منين دي، ان ده ما ينفعش وده قليل وانا اللي كبير وانا اللي كويس وده مهم وده مش مهم. كلنا مهمين في حياه بعض، ولو واحد بس اختفى من حياه واحد تاني اعتقد هتبقى فيه مشكله. يعني المناشده الاخيره هي للحكومه، نشوف الراجل ده اللي بيقوله، لعل وعسى يكون في وجهه نظر ان شاء الله تقدر تنقذ المجتمع المصري من مشكله القمامه ومشكله الزباله المتوغله يعني اللي بتتفحش في المجتمع كل يعني فتره اكتر من اللي قبلها. ونقول شركات نظافه اجنبيه ومش اجنبيه، وفي الاخر لم تثبت كفاءه وما قدرتش تحله وما قدرتش تعمل حاجه. شوفوا المصري بيقول ايه، لعل وعسى يكون هو عنده الحل طالما هو قادر ينسق ويظبط مع الزبالين كلهم على مستوى الجمهوريه.